الانسات والسيدات اللي لا يعملنا في سنترالات العام عارفيني، اقول له بالنبي حاضر هنجيب لك بورسعيد، حاضر هنجيب لك الاسماعيليه، يا ستي اعملوا طيب استنى علي نص ساعه استاذ، وهكذا. فيعني كنت باجي تعالى، لان انا كنت اخلص مثلا من الماتش في القاهره الساعه 5، اروح جري على مكتبي في الاذاعه اطلب الترانك عشان يديني للسويس والاسماعيليه وبورسعيد واسكندريه والى اخره. وكان في اصدقاء حلوين زي سيادتك كده يعني بيقوم معي يساعدوني في هذا العمل، وحبا في الكوره بدون اي يعني اجر ولا تفتكر حد منهم حضرتك؟ نعم تفتكر حد منهم حضرتك؟ يا سلام، افتكر الله يرحمه عبد المنعم ابو شميه مراسلي في الغربيه طبعا في المحله الكبرى، طبعا محمود شعيب الله يرحمه في دمياط، في بورسعيد، في الاسماعيليه، في السويس، الديبه في اسكندريه الله يرحمه، يعني دول اللي كانوا يراسلوني هناك وينتظروني يفضلوا قاعدين لغايه انا بطلب، لان انا بقول ومن الاسكندريه جاءنا من الكابتن ديبا يقول واقول ايه. ايه حضرتك القواعد اللي امنت بيها وارستها وعلمتها للاجيال اللي جت تشتغل في مجال العمل الاعلامي الرياضي في الاذاعه وغيرها، و يعني كنت حريص عليها حضرتك وكانت وراء نجاح كل البرامج اللي عملتها بما فيها التعليق على مباريات الدوري العام؟ هو شوف يعني الاعلام طبعا ده يعني زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين. ايوه. من الممكن انه يرفع وممكن انه يهبط او يثير الفتن. يثير الفتن، فكلما كنت على قدر كبير من المهنيه الاعلاميه تراعي الحق وتراعي الحياد وتراعي المصداقيه فانت اعلامي جيد. لا يعني تجعل نفسك في صف دون الصف الثاني او تتلون بلون غير اللون الثاني، خليك حيادي، خليك عشان تكون ليك مصداقيه والناس تصدقك والناس تحترمك والناس تعرف انك انت بتقول. يعني دي الاصول اللي احنا تعلمناها من اول يوم دخلنا فيها في الاذاعه، قالوا لنا الكلام ده. وانت تقرا نشره الاخبار لابد وان تكون حياديا، ويمكن الحياد ده هو اللي خلى الناس كلها تؤمن ان الجيش المصري في 73 غزا بالفعل وارتقى الموانع بالفعل وانتصر في الحرب بالفعل. صحيح. ليه؟ في 67 كانت النغمه مختلفه. زعيق والتفخيم واعلم الطياره لا لا لا. اتبع في الحرب 73 ان يكون الانسان والمذيع الذي يقدم البلاغات الحربية صوت هادي حيادي يتكلم كأنه بيقول خبر ما يهموش. صحيح، ده جانب هام جدا جدا هنتطرق إليه طبعا. ده المصداقية، لذلك كان البيان الأول لما قرأه الراح صبري سلامة كبير المذيعين الساعة 2:05 الناس ما كانتش مصدقة. لا الباشا باشا لا 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 أيها المواطنون صدر هذا البيان من القيادة المستنبطة التي يقول اجتازت، وهكذا بهذا الاسلوب اللي بقول لك عليه بالهدوء ده وبالحياديه دي وبالموضوعيه دي، فالناس صدقت على طول اننا فعلا فعلا عبرنا وتمكنا ورفعنا العلم. ده الذي يجب ان يتسم به الاعلامي الذي يريد ان ينجح ويكون على يعني مستوى ان الناس تصدق والناس تعمل له احترام والناس تقول انه ايوه فعلا هذا الانسان بيقول الحق وبيقول ما يعني ضميره مع العقل ويتفق مع العقل وبيعيش في